العزة غير الكبر. العزة خلق نبيل، الإنسان بيصل إليه على حسب درجة إيمانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لله وللرسول المؤمنين، ولذلك بيقول الشاعر: العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. العزة هذه قد تراها في إنسان فقير، في إنسان فقير ماديا يعني، لكنه غني إيمانيا. هذه ليست دعوة لتحبيب الناس في الفقر، لأن كل جاهل يحبب الناس في الفقر باسم الزهد، هذا جاهل. إنما المؤمن لا بد أن يمتلك الدنيا من أعنتها، لكن قلبه يكون معلق بالله سبحانه وتعالى. سؤالنا اليوم عن صحابي عظيم جدا. هذا الصحابي من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جبر خاطرهم، جبر خاطرهم، لأنه لم يأكل حراما وكان عبدا لله كما أراد الله. بعدما مات أبوه ترك له دين كثير جدا وأخوة كثر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للجهاد، فخرج معهم مجاهدا عنده جمل ضعيف، ضعيف لا يستطيع الحركة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتحسس أصحابه، بيتحسس أصحابه، ده مريض بيزوره، ده فقير بيعطيه، ده عنده مشكلة بيروح له يحل مشكلته من غير ما إيه، ما يبقى فيه شوشرة وحكاوي كثير كده في وسط الإيه، في وسط الناس. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموقف هذا الصحابي الجليل، فعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ركب القصواء، والقصواء سريعة جدا، مفيش ناقة تقدر تسبقها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بعنانها، لجمها، عمل لها بريك، لحد ما بقى مساوي للجمل بتاع مين؟ بتاع جابر. باظت. طيب خلينا نكملها ونسأل سؤال واحد تاني في وسط الموضوع. فوضع يده على جمل جابر ودعا له بالبركة. قال الراوي: فانتفخ الجمل وأصبح ذو قوة، كاد أن يسبق القصواء. بدأ النبي يحل المشكلة. خد بالك، النبي لما حب يحل المشكلة ما قالوش انت حالتك متبهدلة وانا شايفك، عارف في ناس كده يشوفك انت شكلك اصفر كده ليه، انت مريض، انت بيك ايه، يا عم الله يهديك، روح في 60 بتاعة دي بعيد عننا، اعطي للناس الامل. لكن في ناس كثيرين جدا من اهل الشر هؤلاء اذلة بالمعصية، ومن ذلتهم بالمعصية لا يروا الا الايه، الا السوء في اخيهم، بل بيخترعوا السوء هم، لان هو باطنهم خبيث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكله بطريقه عجيبه جدا. لما الجمل بتاعه انتفخ قال: يا جابر بعني جملك، يا جابر بعني جملك. ما اشتراهوش هو ضعيف، ما قالوش ده بتاع جنك اشتري منك ب $5 زي ما الناس بتعمل كده. عارف انت الناس لما تيجي ترحل من البلد ويبقى شاري عفش كده فرنيتشر كويس جدا، والتلفزيون مثلا شايل ب $700-800، يقول له عشان بحبك اخده $60، ده عشان بحبك. هذا هي دي الاخلاق، اخلاق الناس الذي لا تنتمي الى الاسلام الا بالاسم. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر بعني جملك. قال: لا يا رسول الله. انظر للعزه بقى، لا يا رسول الله، انما هو هديه مني اليك، هبه مني ليك. فالنبي قال له: لا لا، بعني جملك. قال: يا رسول الله، هبة مني إليك. قال: لا، بعني جملك. فلما جاء رأى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر على شرائه، قال: إذا أعطيك إياه لكن بشرط. إيه الشرط؟ قالوا: إحنا في المعركة، ما ينفعش أديك المدرعة بتاعتي ولا السلاح بتاعي زي العرب ما بيعملوا كده، مش كده؟ بايعين القضية كلها، وبايعين القدس والحرم، وبايعين كل حاجة دي. ما ينفعش أديك سلاحي وأمشي على رجلي. لما نروح المدينة إذا قدر الله وكنا على قيد الحياة سأعطيك الإيه، الجمل. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصر المسلمين في هذه الغزوة، ويعود جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل إلى المسجد يربط الجمل ويقول له: يا رسول الله هاك
جملك. السؤال بقى هنا، طالما احنا قلنا جابر بقى، نادى النبي على وزير المال للنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، قال له: يا هذا اعطه 20 أوقية من الذهب. 20 أوقية دي كانت تشتري 100 جمل، مش جمل، تشتري كام؟ 100 جمل، يعني يسد ديونه ويتجوز. هو فعلا بعد كده اتجوز والحكايه بشبشت معاه خالص يعني. ها؟ 20 أوقية، وزده وزوده. وزير الماليه بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تقوله اسمه ده، دفع له 20 أوقية من الذهب، ها؟ من الذهب، واعطاه بضع من الدنانير. الذهب دنانير، والدراهم بتبقى ايه؟ بتبقى فضه. اعطاه بضع من الدراهم، من الدراهم. ماشي جابر طالع من المسجد ينادي عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا جابر. يقول له: لبيك رسول الله. يقول: خذ جملك هبة مني إليك. عمل معاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كسر نفسه ولا جبر خطره؟ سد دينه؟ أحرجه أمام نفسه؟ أبدا. هو الإنسان إيه غير شوية دم ومشاعر اللي احنا بنقول على العزة، لكن الذليل لا يستطيع أن يصل إليه. الذليل كل ما يشوفك هينقلك خبر يصدمك، أو يشوف وشك يطلع فيك عيب، عارف زي الذباب كده، لا يحط إلا على القاذورات، لأنه ذليل. شفت نحلة واقفة على زبالة؟ أبدا. سيدنا الرسول لما شبه المسلم شبهه بالنحلة. لكن في كثير ممن ينتمون للإسلام، يعني اللهم إنكم صايمين، مش كده؟ المفروض يكونوا في الزبالة يعني، ها؟ عشان يفهموا يعني الإسلام في الحقيقة يعني. مشى جابر وأخذ الجمل، وأخذ 20 أوقية من الذهب، وأخذ بضع من الدراهم، وهو ماشي فرحان. فرحان ليه؟ لأن النبي ما كسرش نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على إيه؟ على كيانه وعلى عزته وحل مشكلته. قبله واحد مين؟ يهودي. قال له: مالك؟ حكى له القصة. اليهودي اتجنن وقعد يضرب على رجليه ويقول له: اشتراه منك بـ20 أوقية، وأعطاك 20 أوقية، وزادك بضع من الدراهم، ثم أعطاك الجمل بعدما صلحه بدعائه مرة أخرى هدية؟ قال: نعم. طبعا جابر شافه يعني الغل هيقتله، إزاي أنت ربنا يخليك في نعمة وهو عبد للدراهم وللدولارات؟ ها؟ الغل هيقتله. ابتسم إليه وتركه ومضى، سابه ومشى. طبعا ده بيفرق بين نفسيتين، بين نفسية المؤمن اللي عارف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وبين نفسية الحقير الذليل الذي يعبد الدولار. خد بالك، فرق كبير جدا بين ده وبين ده، فرق كبير. ده مين بقى وزير المالية ده؟ سمعت بلال من هنا؟ هو ده قال لي بلال من هنا، قال لي بلال بن رباح، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. لكن الشاهد في القضية أمر مهم جدا، اجبر خواطر الناس، ما تكسرش قلوب الناس، ما تكسرش قلوب الناس. بيقول الكلمة الحلوة اللي تفتح القلوب، وبيسود الدنيا ويخلي الناس تكرهك والملائكة تلعنك. ده بيكب الناس على مناخرهم وعلى وجوههم في النار حصائد ألسنتهم. اضبط الايه؟ المؤشر. قل لعبادي، ها؟ يقول التي هي ايه؟ احسن. مش كده؟ قل لعبادي يقول التي هي احسن. لا تكسر خواطر الناس، كن جابرا للخواطر عشان ربنا يجبر خاطرك في الدنيا وفي الاخره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يكون هذا الكلام واقعا في حياة المسلمين. اللهم امين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.